التجميل إيمان تازي كل يوم اثنين، واللي معها كنتعرفوا على أهم النصائح التجميلية اللي كتقترح علينا. صباح الخير إيمان. صباح النور سناء، لاباس؟ الحمد لله، الله يبارك فيك، تمنى أنك تكون على خير. الحمد لله، الله يبارك فيك. شكرا لك بزاف على تواصلك الدائم معنا في برنامج لالا مولاتي، وكثير من المستمعات يعني في المنتدى ديال لالا مولاتي كيشكروك بزاف على تواصلك وعلى كل ما كتقدمي من نصائح يعني ومن وصفات اللي لقات استحسان كبير. بارك الله فيك سناء، وشكر كبير ليك وللطاقم التقني ديال برنامج لالا مولاتي. مشكور. ولجميع السيدات اللي تيشاركوا ما تيبخلوش بالنصائح ديالهم، وخاصة للصديقة ديالي المحببة لالا حورية، الله يخليها لنا يا ربي. أمين. ونتمنى إن شاء الله أنه للسيدات أنهم فقط ما يهكزوش، ويكون واحد الاهتمام بذاتهم مستمر فوالا، وبأبسط الطرق وبأقل تكلفة إن شاء الله. موخا. عندي بعض تساؤلات من المستمعين، ولكن غادي نعطيهم لك يعني في نهاية الفقرة إن شاء الله. تفضلي نمشيو للموضوع اللي غادي نتكلموا عليه اليوم، أهم النصائح التجميلية. كنا وعدنا سيدات انه غادي نكملوا نتكلموا على الشعر. كنا تكلمنا الاسبوع اللي فات، كنا تكلمنا على الشعر الجاف، قلنا انه شعر ناشف يعني باهت ما فيش لمعان. علاش؟ لانه الافرازات ديال الدهون فيه قليله، داك لو سيبون فيه قليل. هنا الواحد النوع ديال الشعر اللي تماما العكس ديال النوع الاول، واللي هو الشعر الدهني. الشعر الدهني هو تيكون على العكس، يعني الافراز ديال الدهون فيه كثير، والنتيجه تتكون واحد الشعر ثقيل، تيكون شويه طايح، تيكون لامع، وتتكون الشعره لاصقه على الاخرى. دونك بالنسبه للاسباب ديال ان الشعر تيكون دهني كثيره بزاف، اولا نقدروا نشيروا الاهم سبب هو اللي يقدر يكون، يعني تتكون ديجا الشعره هكذا يعني هي دهنيه نتيجه ديال الوراثه. فكنلقاو لافامي كامله الشعر ديالهم تلقاوه يعني دهني اغيديتاغ، داكشي ولا جينيتيك. كنلقاو كذلك الاسباب يعني متعلقه باننا ما تنتعاملوش مزيان مع الشعر، سواء استشوار كثير، سواء الحمام سخون بزاف، كثرت النشيط ولا الترطيبه اللي كيستعملوا داك الكريمات التمليس جستمو، ويعني وحتى كنقولوا سي كونسي اننا نديكو الشعر ديالنا، نديرو مساج للشعر من الشعر الدهني. المساج يكون خفيف ويكون مده قليله، لانه الا 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 دلكناه بقوه فاحنا كن اكسيتيو هذوك الغدد اللي كتفرز لينا الدهون، وكيزيد يزيد. واحد القضيه اللي بغيت ناكد عليها بالنسبه سواء الرجال، بالنسبه للرجال اللي كيعملوا كاسكات بزاف وكيعملوا مثلا ولا الطاقيه ولا البوني بزاف، هادو الا كان عندهم ديجا الشعر دهني فكيزيدوا يخليوه يزيد يفرز الدهون اكثر، بحال كيتزمت ردات الفعل ديالو كيزيد يزيد. نفس الشيء بالنسبه للسيدات اللي تيعملوا الحجاب، ما يعملوش دوك الضيوف اللي يكونوا ديال النيلو ولا مثلا سكونوا دوك الطم جيستومون، يعني كي فوالا لانهم هذوك ما تيخليوش الشعره تنفس، يحاولوا يعملوا لتحت شي حاجه ديال القطن عادي. أيه. يقدروا يعملوا زيت كما بغاو ويكون خفيف وما تكونش الشده ديال الشعر ما تكونش مغيره. واخا سمحتي ايمان، بما عطيتي نقطه مهمه بزاف، سواء بالنسبه للنساء ولا الرجال اللي كيديروا مثلا شي قبعات او لا يعني الفولار ديالهم، فكيف ما قلتي لنا واش ممكن مثلا على انه في كل يعني على طول النهار مثلا يبداو يحلوا يحيدوا القبعه مره ولا يحيدوا مثلا هذاك الحجاب، واخا يكون مثلا في العمل ولا هذه يعني في مكان اللي هو يعني مسموح به، غير باش يريحوا شويه الفروه الراس او لا باش يديروا واحد الحركات دائريه على مستوى الفروه الراس. بطبيعه الحال متفقه معك، كل ما كانت الامكانيه فهما يخليوا الشعر ديالهم يتنفس، كل ما قدروا يخليوا الشعر ديالهم يتنفس. كذلك انه ملي كيتعمل الحجاب لتحت كيكون الشعر مقبوط، فما امكن الا كنا في واحد البلاصه فيها غير السيدات او ملي كنجيو للبيت، ففين فوا كتدخل واحد شويه كتزول السيده الفولاغ ديالها وتحاول تطلق الشعر ديالها، ما يبقاش مكبوط داك مكبوط هكا بالشينيون ولا هكا، كيخلي الشعر مجبود وكيخليه مرتاح. بالنسبه للقضيه اخرى بغيت نشير لها هي العمر،
فالشعر تتقول لك سيده انا كان شعري دهني وكان تيلمع وكان هكا غزال، ولكن من بعد غير كيف قفلت مثلا 40 سنه ولا عندي مشكله ان الشعر ديالي ولا ناشف، ما عرفتش علاش، بس نورمال منه من بعد التقدم ديال الافرازات ديال الدهون تتقل، هذوك لي غلون سيباسي ما تيبقاوش تيفرزوا لو سيبون كيف ما كانوا، كيبدا داكشي تيتباطا وبالتالي تتولي الزغبه تتولي ناشفه، واكثر من هذا فالزغبه تتبدا تفقد حتى الميلانين ديالها وكتبدا تشيب، واكثر من هذا الزغبه كتبدا تضعف وكتبدا تطيح وكتبدا تكسر، فيعني مع التقدم ديال السن تيبدا كلشي هادشي تيبدا الميكانيزم كله تيولي ببطء. بالنسبه لحاجه اخرى نسيت نقولها، انه بعض الادويه بعض الادويه حتى هي كتكون سبب ان الشعر تزيد يزيد، وحتى بعض الماكولات مثلا تكون غنيه بالكوليسترول، وحتى الماكولات اللي تكون غنيه بالتوابل الحاره، الا كانوا التوابل الحاره بزاف فهادشي الاكل حتى هو كيعطي افرازات دهنيه اكثر. جوستمون مثلا نقول انا كليت هذا، كليت مثلا كليت كسكسو مثلا كليت معاه الفلفله، كليت الفلفله وكنحس براسي عرق وسخن، جوستمون إيه؟ هذوك الحرور داكشي الحار تيخلي الشعر يعني تيتعرق وتيخلي حتى هو تيفرز الدهون كردة فعل بكميه كثيره. وحاجه اخرى الشامبوان، الشامبوان الا كان قوي مثلا نقول انا شعري دهني خصني شي حاجه اللي تنقيه مزيان، فكنمشي لشي ديتيرجون اللي يكون فور تيكون قوي. الشامبوان الا كان قوي بزاف فهو حتى هو تزيد اغرب لينا القضيه وتزيد يخرج لينا على على على, على, على الشعر. دونك هادو النصائح عامه بالنسبه لهادو الامور اللي خصنا نتجنبوهم. هنا غادي نبداو نتكلموا على الوصفات. القناع الاول فيه الخل والطين الخضر. الطين الخضر راه صديق ديال البشره الدهنيه كيفو كيف الخل. الخل كيطومبوني لينا البي اش، كيقاد لينا البي اش بحيث انه كيولي مقاد، فبالتالي تيتوالم لينا مع الجلد ديالنا وما كيبقاوش عندنا دوك المشاكل بحال القشره بحال الدهنيه المفرطه ديال الشعر. الطين الاخضر نستعملو على مستوى البشره وعلى مستوى الشعر طبيعه الحال. طبيعه الحال كيفو كيف الطين الابيض كيفو كيف الغاسول، جميع انواع الطين كتستعمل البشره والشعر كتستعمل الشعر. بالنسبه للقناع اللي فيه الطين والخل غادي اول حاجه غادي نعملوا واحد اينو فينيغري، واحد الخل مخفف بالماء او ماء مخلل. هذا كيفاش كنقادوه، كناخذوا واحد الكاس ديال الخل مثلا وكاس ديال الماء، يعني نسب متساويه كيف الخل كيف الماء. واخا الخل بالنسبه للخل كتقصدي خل تفاح؟ كنقصد الخل التفاح ولا الخل الابيض اللي بغينا، سواء داك اللي كنستعملوه في الاكل اولا الخل التفاح اللي متوفر. واخا يكونوا بنسب متساويه وكنعملوهم فواحد القريعه وكنعملوهم في الثلاجه، والماء اللي نستعملو يكون ما معدني، المده ديال الحفظ تكون طويله في الثلاجه، يعني بكميات متساويه ديال الماء معدني مع خل ابيض ولا الخل التفاح. وكناخذوا هذا كيولي واجد عندنا، هاد لو فينيغري واجده عندنا في الثلاجه وكنش محتاجينها. ناخذوا جوج معالق كبار ديال الطين الخضر وكنضيفوا لها هذا الخليط ديال الماء مع الخل حتى كتولي لينا اون كريم، واحد الكريم وكنعملوها على الشعر، كنعملوها على لي راسين بواحد الشيطه وكنعملوها على الفروه ديال الشعر. وإلا كان الشعر يعني ما كانش جاف يعني كان كله دهني او الاطراف ديالو ماشي ناشفه، كنعملوها على الشعر كامل مده ديال 15 دقيقه وكيتغسل. هذه كتمتص الافرازات الدهنيه اللي كتكون كثيره جوستومون، يتعمل اسبوعيا، هذا ممتاز للشعر اللي تيكون دهني. وبالنسبه للوصفه الثانيه الا كان الشعر ماشي دهني بزاف كنعملو في اخر التشليله هاد لا سوليسيون ديال التشلال، واللي فيها نص حامضه معصوره في لتر ديال الماء، كيتغسل الشعر عادي بشامبوان وفي اخر التشليله تنشلو بنص حامضه مع اترو ديال الماء، صافي كي تيخلي لينا داك الشعر فيه الماء فعلا كيعطي واحد البريق فوالا بريق، ولكن ماشي داك اللمعان ديال الزيته ديال الشعر وكيخلي لينا الشعر ما كيزيدش لينا دغيا. الا كان الشعر جد دهني تنعملوا ماسك مثلا هذا ديال الخل والطين اولا ديال الحامض والطين الخضر مده ديال 15 دقيقه، اللي فيه زوج معالق كذلك ديال الطين الخضر ومعلقه كبيره ديال عصير الحامض وقطرات من الماء المعدني من الماء المعدني دائما، كنحركو مزيان وكنعملو هذا الماسك هذا 15 دقيقه. ديجا الشعر كيكون شويه تازق لانه ما يمكنش نعملو قناع ديال الطين على شعر ناشف، عيب يكون الشعر شويه فازق، خاصنا كنعملو وممكن لينا نعوضو الحامض
بالعصير ديال الحامض بعصير البومبلوموس راه عندهم نفس الحوامض نفس الخاصيه استرانجونت عندهم بزوج. الا سمحتي عفاك ايمان بما انه ذكرتي يعني واحد الماسك اللي هو مهم ديال الطين الاخضر وكذلك ديال الماء المعدني مع الخل الابيض او الخل التفاح وقلتي على انه هذا كيمتص الافرازات الدهنيه اللي كتكون متراكمه في الفروه ديال الراس يعني او في الشعر كله ياك قلتي على ممكن على انه نستعملوه يعني على مستوى البشره اللي كتعاني من افرازات دهنيه ياك غير هو مثلا التوقيت ديال هذيك الوصفه مثلا الا كنا مثلا مره حتى لجوج المرات غادي نديروا هذا الماسك على مستوى الشعر ياك كنعرفوا لانه شويه البشره كتكون حساسه وهاد الوصفه مثلا فيها الخل او لا فيها مثلا الحامض مثلا واش ما عندهاش يعني شي تاثير اكثر الا اللي استعملناه مثلا على البشره بصفه مستمره حيت كاين اللي غياخذ هذا القناع مثلا ربما يديروا مره مره لا او لا مثلا جوج حتى ثلاث المرات في الاسبوع اللي عنده افرازات دهنيه كثيره. بالنسبه لهذا القناع هذا غيتعمل مره في الاسبوع كافي مره في الاسبوع كافيه سواء الا بغينا نستعملوا للوجه سواء بغينا نستعملوا للبشره. بالنسبه للحامض الناس اللي ما عندهمش تحسس من الحامض وما عندهمش لان كنقدروا نلقاو بشره دهنيه وحساسه ولكن حساسه الا ما كانش عندهم تحسس من ثقته تحسس من المواد الحمضيه فما عندهم حتى شي مشكله. بالعكس هو الحامض الناس اللي ما عندهمش مشكله معاه بالفرح عليهم لانه عنده بزاف ديال الفوائد للبشره. ما هو الحامض ما عنده حتى شي مشكل ولكن يستعمل بكميه قليله ودائما مخفف بقطرات من الماء نورمالمون. كيف ملي كندخلوا في الوصفه بحال هذه ديال الطين راه بالخل مخفف مع الماء ديليسيون ديال ان دومي نص النص. الحامض كنعملوا قطرات وكنضيفوا الماء فهمتي يعني هو الناس حتى اللي عندهم مشكله مع الحامض الطين الاخضر بوحده كافي عنده فعاليه وكيف قلنا الطين الخضر انا غادي نقول نيت واحد المعلومه مهمه بالنسبه للتعليم لاطيوري شنو تتقول لنا انه يمكن لنا نديكاليو ما بين كل شامبو وشامبوان شامبوان ريال وشامبوان ريال. دابا مثلا انا غنجي عندك انا ونقول لك عندي واحد المشكله انا شعري فيه دهني وي ولكن زغبته ضعيفه ودغيا كيطيح وعندي فيه مشاكل كثيره ما نقدرش هو دغيا كيزيد لي وما نقدرش نغسلو ثلاث مرات في الاسبوع جيمت با شنو نقول لك انا نقول لك ديك لا تيوري ديال الديكالاج ديال الشامبوان شنو هي هذه بمعنى الديكالاج ديال الشامبوان عندنا الا كنتي غتغسليه ثلاثه المرات يعني ثلاثه المرات غتغسلي تستعملي الشامبوان انا اش غنقول لك المره الاولى كتعملي الشامبوان ديالك شامبوان ريال كتسمى شامبوان حقيقي المره الثانيه تستعملي شامبوان سيك شامبوان ناشف المره الثالثه تستعملي شامبوان ريال يعني ما بين هذوك في ثلاثه المرات تديك عليهم جوج مرات والمره الوسطانيه اللي وسطهم تيكون شامبوان سيك شنو هاد الشامبوان سيك هاد الشامبوان سيك ان الشعر ديالك تيكون ناشف كتقبطيه وكتعملي ليه بودر ديال الطين الاخضر كتعملي هاد الطين الاخضر كتخليه تقريبا واحد المعلقه ديال الطين الاخضر كيتعمل على الفروه ديال الشعر وكتخليه مده يكون شعر مشوط مبعد وكتخليه مده ديال 5 ديال الدقائق تقريبا ومن بعد كترجعي الشعر اللور وكتمطيه بجميع الاتجاهات باش طيحي داك الطين الاخضر تزولي الطين عمل الدور ديالو انه مصفط لينا دوك السموم مصفط لينا دوك الاوساخ نقى لينا الشعر وهو ناشف هكذاك. اذا هذه الطريقه بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من افرازات وما كيقدروش على انهم يغسلوا الشعر ديالهم بالشامبوان كميه كثيره. مازال عندك شي اضافه الا سمحتي باش نمشيو لانه عندنا بعض التساؤلات. واحد المستمعه طلبات على انه بغات تعرف عندها زيت جني القمح متوفر في البيت ديالها وبغات تعرف الاستعمالات ديالو بالنسبه للبشره او يعني للجسم وعلما على انه عندها البشره جافه وحساسه. صافي لقات الحل لانه زيت جني القمح من اجمل الزيوت اللي كيضغطي وكيرطبوا البشره الجافه وهو غني بفيتامين او ممتاز ليها بزاف يعني تقدر تدهن به وجهها تدهن به شعرها تدهن به اي بلاصه في الجسم ديالها تقدر تخلطوا مع زيوت اخرى الا بغات بحال مثلا زيت الورد فهو كذلك ممتاز زيت الزنجلان فطونك عندها البشره ديالها جافه فما عندهاش مشكله ترطبها بهذا زيت جني القمح
ترطبها اون بلوس هي جافه غادي تتعرض لها دغيا للتجاعيد وجنين القمح غني بفيتامين او في انه كيقيها من التجاعيد المبكره اللي تتكون عند البشره الجافه واخا غير هو تحافظ عليه في قريعه بدون من ديك القرعه ديالو البيضاء تحافظ عليه في واحد القريعه اللي تكون بنيه وتبينش على 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 الشمس والحراره وتخليه في الظل فوالا باش ما يضيعش ليها واخا في الحلقات الفايته الا سمحت ايمان كنت عطيتينا واحد الوصفه ديال اللي قلتي لنا كناخذوا الهنديه وكنديروها يعني القشور ديالها كنديروها في يعني في واحد القرعه وكنخليوها يعني الاسبوع الاول بعد كنعصروها الاسبوع الثاني واحد المستمعه يعني بدات هذه الوصفه درتها الاسبوع الاول ودرتها في الاسبوع الثاني للاسف الاسبوع الثالث لانه هي كتنقل من اكادير لمراكش وبالتالي يعني المره الثالثه سافرت لمراكش ولكن ما داتش معها القرعه يعني ما غيرتش هذاك الزيت رجعت لقاتو فسد لها لا هي بغات تسول انه مازال ما رجعتش هي بغات غير تسولك على اساس واش مثلا الا ما دارتش المره الثالثه وما غيراتش هذيك يعني المكونات ما غيراتش غادي ترجع الى تشوف غير واش فسد لها ولا لا هكذا لانه الا فسد لها من الطريق لانه الى 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 فسد لها هذا الزيت هذا لانه احنا ما عاملين فيه حتى شي ماده حافظه المشكله ديالنا اننا ما عاملين فيه حتى شي ماده حافظه سيلفي ما دغيا غادي يفسد هاد الزيت هذا داكشي علاش نقول اشاك فوا كيخصنا اولا نبدلو الزيت وثانيا نبدلو بلوتو الماده وثانيا نحاولوا ما امكن اننا نخدموا في اقصى درجات ديال النظافه حتى هي غادي تجي وغادي تشوف هاد تراقب تشوف الا ما لقات مثلا ما تغيرش الشكل ديالو او الرائحه ديالو فوالا ما تكونش غير واحد كيكون واحد لاكوش الفوق ديال الفطريات الا أيه. هذا صافي ممكن يعني أيه. تكمل تعمل صافي وتعمل وتعمل الزيت ديالها في قريعه ديالها وتبدا واخا واحد القضيه سمعت كنت سمعت شي سيدات كنت كنسمع وسمعت شي سيدات كيسولوا على عندهم مشاكل ديال لي فيرجيتور مشاكل ديال تشققات الجلد ديال الجلد واحد كاين واحد الماده وللاسف ما عطيناش القيمه ديالها وكنصوبوا من هذا الزيت وهو هذا كيقي اولا تيقي كيقينا من هذوك من هذوك التشققات بالنسبه للسيدات اللي بغاو يعملوا الريجيم كيعملوا الريجيم ضروري يعملوا معاه لا مارش يعملوا معاه دهين زيت إيه؟ بالنسبة للسيدة الحاملة ضروري في, 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 في من بداية الحمل أي وخاصة الحمل وهي كدهن سواء دهن زيت أرغان سواء دهن زيت اللوز أرغان ممتاز زيوت وتحاول ما تحكش بالأظافر ديالها المنطقة ديال خاصة المنطقة ديال البطن ديال البطن إلى 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 حسات بهذاك الإحساس ديال الحكة تحاول تحك غير بيديها ولكن الضفار ما يوصلش أما الضفار هما اللي كيخليو هذيك هذاك الشكل اللي كيرجع من بعد كيزيد يتشرط هذاك المكان فوالا بالنسبه للماده اللي قلت هو اللوايه كاين اللوايه زيت اللوايه زيت الوراق كناخذوا الوراق ديال اللوايه وكنعملوهم زيت نباتي وكنخليهم ثلاثه الاسابيع تقريبا وكنصفيو كناخذوا هذاك الزيت هو اللي كيستعمل الناس اللي عندهم لي فيرجيتور الناس اللي عندهم اش كنقولوا له ذاك كيكون عندهم سمنه في بعض المناطق معينه ذاك الزياده والنقص حتى هو تيوزع لينا على سيليلوت كتوزع لينا السيليلوت يعني هو ما كيشيدهاش ولكن كاين نقص على الجلد فما كتبقاش كتبان اللوايه يعني معروفه ومتوفره كنظن يعني في كل مكان اي هادشي اللي كاين نقيهم مزيان تمسحهم داك لهم زيت تاخذ غير الوراق وتختار اي زيت نباتي اي ان كان زيت ارغان ولا حتى زيت نوار الشمس زيت نوار الشمس اي وتسد عليه في القرعه ونخليه في القرعه وتخليه في الظل هذا مده ديال ثلاثه اسابيع تقريبا هي كتحرك دائما كتحرك وكتاخذ هذه الزويته هذه اللي غادي تبقى تدهن بها سواء كانت حامله ولا هذا كتبقى تدهن بها واحد القضيه اخرى سناء اللي بغيت نشير لها واللي هي واحد الماده كذلك اللي للاسف مهمله واللي سبحان الله لوطو ديال الكالسيوم فيها عالي يعني اكثر من الكالسيوم اللي كاين في الياغورت
فالبروتين اللي فيها الجوده ديالهم عاليه وللاسف ما تياكلوهاش الناس، ما تيعملوش منها الساشيات اللي تيزان، ما كيعملوا منها لا لي سوب لا والو. انا نتكلم هنا اون فيت برا راه كتقال كتكونسوم مزيان وكتستعمل الجميل واللي هي الحريقه. الحريقه حتى هي فيها انواع كنظن ياك، كنتكلم على الحريقه بيكونت اللي ملي كتبغي تقيسها كتحرك كثير، فملي بغيو السيدات يقطعوها يعملوا الطعام إيه ضروري يعملوا ليغا يغسلوها، وهاد الحريقه هذه يمكن تتنشف تتنشف وكتولي بحال البودر. هذيك لا بودر يعني كنشفوها كنلبسوها في الظل وكنخليوها حتى كتيبك مزيان وكتطحن وكتولي بودر. هذيك لا بودر هذيك كنقدروا نعملوها خاصه للشعر الدهني، وخاصه للناس اللي عندهم المشاكل ديال تساقط ديال الشعر. دونك هذا واحد لا لوسيون غادي نعطيها للشعر الدهني من الحريقه، فيها 300 مليلتر ديال المغليان، 3 المعالق ديال الجليسيرين، 3 المعالق ديال بودره الحريقه، و 4 المعالق ديال الحنه. الا سمحتي عافاك نعاودوا هاد المكونات. واخا كناخذوا 300 مليلتر ديال المغليان، راه كنت شرحت كيفاش كنقبطوا قرعه مثلا وكيفاش كنقسموا هذوك، كنقسموا القرعه مثلا قرعه ديال السيترو راه هي 500 مليلتر ونبداو نقسموا نقسموها على 5 وناخذوا 3 ديال الاقسام راه هي 300. اللي ما عندهمش وديجا راه تيتباعوا دابا رخاص دوك الغريرفات اللي فيهم القياس، دونك ناخذوا 300 مليلتر ديال المغليان، 3 معالق ديال الجليسيرين، 3 المعالق ديال الحريقه اللي قلنا بودره يعني كيف الطريقه كيف شرحت كتصايب، و 4 المعالق ديال الحنه. الحنه راه عندها واحد القدره انها كتثبت لينا الكيراتين وكتعطي للشعر واحد الحجم واحد الفوليوم وتتقوي الجذور ديال الزغبه، وتا هي تتقاد لينا الافراز ديال لو سيبوم. المهم هاد الوصفه هادي تنشف الشعر، الناس اللي عندهم شعر جاف ما يوصلوش ليها، الناس اللي عندهم شعر دهني وي كنخليو هاد السيروم هذا هاد لا لوسيون هادي بلوتو كنخليوها 24 ساعه في الثلاجه، من بعد تنصفيوها. وهاد هادي كنبقاو هي اللي كنخلطوها مع الماء ديال التشلال في الاخر. وبالنسبه للناس اللي عندهم لي سوسيتي تيقدروا يزيدوا ماده حافظه وتيتكوميرسياليز هذا، باش يقدروا يضيفوه اللي كيصاوبوا لي شامبوان، يضيفوه للشامبوان ديالهم ويكون مخصص للشعر الدهني. وحنا يمكن لينا نخلطوهم بلي ماسك، يعني بحال مثلا غندير ماسك ديال الطين الاخضر يمكن لينا نخلطوه بشويه من هاد الماء هذا، وتنضمنوا انه الشعر ديالنا ما تيبقاش مزيت كيف ما كان، تنشفوا لينا وميم طون تيعالجوا لينا وتيضغطي مع لا غليسيرين تتضغطي. طيب ايمان تازي اختصاصيه في التجميل، كنشكرك بزاف على تواصلك الدائم وعلى كل هذه المعلومات والنصائح التجميليه اللي قدمتي لنا دائما بوصفات طبيعيه من مكونات المطبخ ديالنا. يمكننا نعملوا بزاف ديال الحوايج ونهتموا بالجمال ديالنا مصروف اقل. شكرا لك بزاف ايمان تازي، نتلاقاو فرصه مقبله. اذا مستمعينا